اهلا بيكم. النهارده نعمل فانوس منضاد. هنجيب ورقه ونجيب مقص ونجيب شريط ونجيب بلوك. هنجيب البلوك ونشيل القطع وندوس جامد ونحط الزيت كله كده. بعدين حطينا البلوك اللي في الشكل ده المقص ونجيب الورقة ونقص الشرايط دي. بتكوس انا في الفانوس ده. احنا ممكن بقى نحط عليه ستيكر. بعد ما نخلص مقص هنتنك جزء ده ونتنك جزء ده. وبعد كده نقلب الورقة كده ونتنها كده لحملينها كده. والجزء التاني نقلبينها كده لحملينها خلاص مقص. هنتنك نحط كده ونلفها كده عليها ده بس بالشكل ده. وادي لزقناه الاول شرطين ونجيب لزق ونجيب فانوس ونشيل الخطة كده ونفتحها كده ونحطها هنا. لا حطينا لزق نحط الشريطة مكان اللزق. بعد كده نحط الشريطة هنا نحطها كده نحط الشريطة هنا. هنا ونحط اللزق هنا ونحطها في الفانوس. انا شنطة يعني فانوس يعني. حطينا البلو نحطيه مكان بقى او بقوا رايحين رايحين البلو رايحين. انا احط ازاي؟ انا نحط ستيكر عشان انا بحب الستيكر. اول واحدة دي نحطها فين؟ كده اول واحدة دي نحطها هنا كده تلزق كده تلزق كده فوق. اول واحدة الثانية هل تحلو حلوة وايه؟ هو نغطى اول واحدة هنا والاول تاني كده. فنان بتاعنا كده مهرجان كريم.